وسهلا فيكم. اسمي سمر وانا ستاي بلوجر بباري. كل اسبوع رح نقف ستان وقلكم كيف تختاروا الاكسسوار لتكون طلتكم حلوة، واهم شيء تكونوا مرتاحين مع حالكم. اليوم بالجاردروب رح نعمل لوك دانتيل عصري. نقيت فستان من المصممة اللبنانية كارولين سيئلي. طول الفستان تحت الركبة والكوب من ورا أطول شوي. الفستان أكيد شوي سكسي بس مبطن وين ما لازم وبيقترح أكثر ما بيبين الجسم. أكيد مع فستان أسود بنقدر نختار ستيتمنت نيكلاس، بس للوك عصري فضلوا الأكسسوار سوغون بو مثل التاتو الجولد إنستانت 24 رح يعطيكم لوك شرقي، وعلى الإيدين كتروا الأساور الرفع. رح أحمل جلدين بوشيت إيفان إيفان ستيل فينتيج، لون الذهبي أنتيك والربطة أوريجينال. بالجاردروب بنهتم كمان بالميك اب. لهيدا اللوك الدانتيل العصري عملنا فوكس على التيم مع حمرة أحمر. ننزل لسكربيني مع فستان أسود، وخصوصي دانتيل ما في أحلى من سكربيني السوداء. نقيت الموديل فيري بريفي من لوبوتان مع ودجز مخفي. إن شاء الله تكونوا حبيتوا لجاردروب اليوم. بلاقيكم الأسبوع الجاي مع لوك جديد، وبس بدكم على البلوغ unibanaise@paris.com. تشاو.